ولذلك قول البعض يقول إن الشعر هو كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، بعضهم ظن أنه ليس بحديث، هو حديث. عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري في الأدب المفرد وهو مسلسل بالضعفاء، لكن جاء عند أبي يعلى وجاء من طرق أخرى، ولذلك ابن حجر رحمه الله يضعفه مرفوعا ويحسنه موقوفا على عائشة رضي الله عنها.